الاثمنه خويا من مناسبه لغير مناسبه توجهك على حسب النوع ديال الحوت اللي بغيتي. كاين الحوت اللي غالي كاين الحوت اللي رخيص. اللي غالي خويا هو هادشي كامل اللي كتشوف فيه. الحوت راه بحال اي بيعشره معرض للعرض والطلب. ملي كيكون العرض ما بقاتش مع الطلب الثمن كيتزعزع ما كيتقادش. ملي كيكون العرض كثير والطلب قليل الثمن كيطيح. وملي كيكون الطلب كثير والعرض قليل الثمن كيرتفع في اي دومين وفي اي برودوي كان ماشي غير الحوت. حنا المغاربه ما شاء الله كياكلوا الحوت في رمضان. ولات عندنا الثقافه ديال الحوت في رمضان شي 20 عام هادي ولا 15 عام هادي ولاو المغاربه كياكلوا الحوت في رمضان ولا اوبليجي الحوت كيكون عنده في الطبله في رمضان. حنا عندنا جوج بحور عندنا 3500 كيلومتر ديال البحريه هادي السواحل ديالنا ياك اخويا. ولكن المغرب راه كيصدر ما تنساش كيصدر الحوت كيصدر الحوت الاوروبا كيصدر الحوت الروسيا كيصدر الحوت الدول الاخرين بزاف الدول. حنا عندنا جوج بحور المغرب بحال الخضره دابا. ملي نقول لك حنت راه غتفهمني بحال الخضره دابا قبل ما يوقع المشكل ديال مع موريتانيا وديك المشكل ديال الجمارك راه الناس كلهم خبارهم كانت الخضره غاليه. علاش المغرب كان كيصدر؟ ملي كان وقع داك المشكل في بريطانيا خرجت من البريكس مابقاش في الاتحاد الاوروبي اش وقع على بريطانيا ولا الشيافر عندها قليل اذا السلعه مابقاتش كتجيها اذا شكون اللي غيهز بريطانيا شكون اللي يعتقها؟ مابقاش بريطانيا ولاو كيدخلوا عقلتي كانوا كيدخلوا لعباد الله السوبر مارشي كيلقاو فلفل وحده بطاطا وحده شكون اللي يعتقها من المغرب؟ واش وقع لينا حنا ملي عتقوا بريطانيا؟ ها؟ ولا كناخذوا بطاطا ب 10 درهم والبصله ب 15 درهم. ملي وقع المشكل مع موريتانيا مؤخرا ما بقاوش المغاربه كيدفعوا للسلعه الموريتانيه السلعه رجعت لبلاصتها. ولا كناخذوا مطيشه ب 3 دراهم كناخذوا بطاطا ب 3 درهم 4 دراهم والاكسبور دابا هو اللي خارج علينا بحال دابا الباج رويال. الباج رويال من البحر كتكون باقا حمراء كتشعل ليكسبور كتغلف كتمشي لبرا. لومار لونغوس الميرناكولا وزيد عليها عاوتاني اتفاقيه ديال الصيد البحري اللي كيديروا مع 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 مع, مع, مع الدول الاخرين. حنا كان عندنا واحد المشكل قديم في المرسى كنا كنتشكاو منه هادشي فاش يلاه دخلت المرسى وقال لي في 2000 انا فاش يلاه دخلت المرسى خدمت في برسا كنت كنخدم مع البركود ديال السرديل. كان المشكل ديال ان الاسبانيول كانوا كيجيبوا واحد الشبكه اللي هي العين ديالها رقيقه. هذيك الشبكه العين ديالها رقيقه ما كتزقلش ما كتخلي ولد ما كتخلي كبير. ومشكل اخر مشاكل كثير كيعطوك مشكل واحد. المشكل الاخر اللي كان وقع عندنا في المغرب يلا المغرب والجهات المختصه والمسؤولين بداو كيعيقوا بداو كيتاخذوا اجراءات. المشكل اللي كان هو انه ملي كيخرج البارك وما سوقوش كيجيب الولد ولا كيجيب الحوت اللي فيه البيض. فهمت ما عندناش حنا شبيتي الحوت يوجد في المغرب ياك غيديروا روبو بيولوجي للحوت كامل يعني كاع الحوت يكون بلا سيزون ديالو بحال كندا. دابا كندا عندهم مثلا شهرين ديال لومار 3 شهور ديال الكراب شهر ديال الكالامار وغادي العام العام في 12 شهر كل شهر دايرين له الحوت مقسمين العام. الحوت ملي بحال الكالامار ملي كتبيض مثلا هذا الشهر بحال الكالامار نعطيك مثال الشهر اللي فات الكالامار فيها البيض. شنو الرساله تقول للناس على قبل الحوت؟ ما تشروش حوت في رمضان وغادي يرخص.